السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كندل لنشر الكتب على منصة أمازون، الموضوع اللي احنا متبنيينه في هذه القناة، ويمكن أكتر حاجة أنا بتكلم عنها في هذه القناة هي موضوع كندل لنشر الكتب على منصة أمازون، وتحديدا بتكلم عن الكتب ذات المحتوى القليل أو بدون محتوى بصراحة، لأن هذا هو أكتر شيء ممكن يناسب الشباب في العالم العربي، نظرا لأن ممكن نبدأ فيه بدون يعني رأس مال كبير، يمكن نستثمر فيه أداة أو اتنين وسوفت وير كده اسمه تانجنت تمبلتس ممكن برضو نستثمر فيه، لكن ممكن حتى نبدأ بدون أي أدوات مدفوعة. فعشان كده أنا دائما في هذه القناة أركز على هذا النوع من الكتب، كتب ذات محتوى قليل وبدون محتوى، علشان هو ده اللي يفيد الشباب العربي، لاني على قناعة ان انا المفروض اقدم لكم الشيء فعلا اللي يعينكم ويفيدكم. والنهاردة حابب اكلمكم عن كتاب ناجح جدا واوريكم اسباب نجاحه، هربطه كده بحد تاني اتكلم عن الكتاب وفرجنا على الكلمات المفتاحية لهذا الكتاب بطريقة ما، هكلمكم عن كل هذه التفاصيل في هذا الفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل ما أبدأ، كان يمكن في حد سألني مرة بس والله مش فاكر في أي تعليق من التعليقات، إن أنا أفرجكم على حاجة خاصة بي أنا، وإن أنا أعرض لكم يعني شيء يكون له علاقة بي، بما أني دائما متبني فكرة الكتب ونشر الكتب. طب فين الحاجة بتاعتك أنت؟ يمكن داخل حتى الكورس بتاعي أنا شخصيا، الكورس الكبير بقى، مش كورس كندل الكتب ذات المحتوى القليل، أنا بتكلم عن الكورس الكبير اللي هو بقى بتكلم فيه عن النون فيكشن أيضا. يمكن أنا باخد دائما كتاب من كتبي أنا كنموذج. الكتاب ده هو عن كيفية إدارة الصفوف اللي هو بيسموها كلاس روم مانجمنت. قبل ما أبدأ تعالوا أفرجكم على هذا الكتاب وهو فين بالضبط من بين هذه الكتب اللي بتتكلم عن موضوع الكلاس روم مانجمنت. أنا هنا في صفحة البيست سيلرز، طبعا أنا هنا مختار زي ما انتم شايفين توب 100 بيج، يعني أنا مش مختار الفري. الكتاب بتاعي هو كتاب رقم 9، هذا هو كتابي، وزي ما انتم شايفين الكتاب باسمي أهو محمد أنصاري، ده الكتاب وده الرانك بتاعه رقم 9 في هذا الكاتيجوري. أما في الإدوكيشن كلاس روم مانجمنت هو الكتاب رقم 19، وهنا في الإدوكيشن ريفرنس هو الكتاب رقم 25. يمكن الكتاب ده أنا داخل الكورس الكبير بتكلم فيه بالتفصيل، وبفتح الكتاب أمام الطلاب وبفرجهم على التفاصيل وبكلمهم عن الكي ووردز وبفرجهم عن كل تفاصيل هذا الكتاب وإزاي هذا الكتاب واصل لهذا البيست سيلر رانك اللي هو رقم 85,000. ده اللي أنا حبيت أقوله في البداية. تعالوا بقى نرجع لموضوعنا. أنا حابب أتكلم عن كريسي، وكريسي هي حاصلة على الماجستير في الفنون، وكانت مدرسة للكيتو 12. كيتو 12 يعني جميع المراحل الدراسية حتى المرحلة الثانوية بيسموها كيتو 12، لو لحد الجامعة بيسموها هنا بيسموها كي 16. فهي هنا زي ما شايفين اهو K 12 Art Education، عندها ماجستير في هذا الموضوع. بعد كده بقى اتجوزت وبقت ام، فتركت التدريس وتفرغت وعملت هذا الموقع، هذا الويب سايت، وحطت عليه الحاجه بتاعتها. شوفوا بقى الناس لما بتجتهد، موقع محترم، وفعلت بقى عليه زي ما شايفين الاعلانات دي، اعلانات طبعا احنا كعرب احنا خايف نضغط على الاعلانات، فاحنا ليه ما نكسبش الست اهو، يعني اضغط عليها وكسب، يعني يا رب نغير من الطريقة بتاعتنا في التفكير. فالمهم يعني ده مش موضوعنا، ده الموقع بتاعها عاملة شغل محترم فيه، حط حاجتها، طبعا عندها اكتر من شيء، ده ابنها. فكريسي من الناس المحترمين حقيقة اللي الواحد متابعهم. ده كتاب من الكتب الخاصة بيها، وهذا الكتاب زي ما انتم شايفين جديد، يعني ده 19 مايو 2020، ما كملش يعني حاجة خالص. الكتاب الرانك بتاعه لو نزلنا تحت هنا، الكتاب ده رقم 23,000، كان 25 نزل اهو بقى 23,000، حاجة جميلة طبعا. كتاب يعني من الكتب اللي هي عاملة فيه مجهود كويس. طبعا ما تنسوش ان دي واحدة متخصصة ومعها ماجستير في الفنون، معها ماجستير في الارت، يعني هي عارفة بتعمل ايه كويس جدا. الفكرة بتاعت الكتاب ده مبنية على ايه؟ مبنية على هذه الفكرة، فكرة الاكتيفيتيز، مش بس ان هو يكون مجرد كتاب تلوين. ده النهج الجديد خلاص، الناس بقى بتتجه لهذه الفكرة بقالهم فترة، فكرة ان انا احط حاجة مع حاجة. الشغل كله والاتجاه كله دلوقتي فعلا بقى على هذه الفكرة، فكرة ان انا اضع اكتر من اكتيفيتي مع بعض، او زي ما انتم شايفين فكرة بقى الدوت دوت والماتشنج والحاجات دي كلها، وحاجة عاملة زي الميز.
فدايما بقول لكم برضو السوفت وير اللي احنا بنتكلم عنه اللي بيعمل لنا الحاجات دي اللي انا دايما ارشحه لكم كيدز بازل بوك، وده السوفت وير اللي انا دايما برشحه لكم اللي احنا من خلاله نقدر نعمل كل هذه الانواع، سودوكو دوت دوت وورد سكرامبل وورد سيرش تيك تاك تو وهانج مان. فبصوا على السوفت وير لو عجبكم اشتغلوا عليه وابداوا اعملوا هذه الانواع. بصوا هي كاتبه هنا الانواع اللي هي شغاله عليها، شغاله على كالرنج طبعا، دوت دوت ماتشنج ميزز سبوت ذا ديفرنس، وده من الانواع الجيده ايضا اللي هو سبوت ذا ديفرنس، فين الاختلاف. طبعا هي شغاله مع رسامه مع الستريتر، حتى يعني هي حاطه صورتها هي دي، هي about the illustrator اللي اسمها روبن بوير، هي دي، ودي بقالها 17 سنة في هذه المهنة. يعني هي دي الفكرة، ان ده بيتحد مع ده اللي هو بيسموه بالانجليش to join forces. الشيء الطريف بقى اللي انا حابب اقوله ان هذا كتاب اللي اسمه My First Animal Activity Book for Kids من 3-5، السيدة الفاضلة ليز اتكلمت عنه امبارح في الدقيقة 25 ثانية، وهو ده الكتاب، وجابت لنا بقى يعني شبك لبيك، جابت لنا الحمد لله الكلمات المفتاحية من الداخل. بتجيبها منين؟ هي بتقول ان هو ده الموقع اللي من خلاله تقدر تحصل على الكلمات المفتاحية، لكن طبعا ده بفلوس. طبعا هو مبهم فيج، انا مش عارف تفاصيل عن هذا الموضوع، عمري ما تعاملت معاه. ومكتوب قدامكم هنا لو 1 سيلر لونش كريدت ب $15، لو 5 ب 47، لو 10 78، انا ما عنديش فكرة ومش هقدر افتي. فهي بس بتقول ان هي دي الطريقة اللي من خلالها بتدفع وهم يجيبوا لها الكلمات المفتاحية من الداخل. لو حابين والله ممكن اخوض التجربة، لو حاب اكتبوا لي في التعليقات طيب، ولا شجعوني لو حابين اعملها لكم والله، وحتى تقترحوا عليا كتابين ثلاثة وتكتبهم لي في التعليقات او حتى في صفحتنا على الفيسبوك، واجرب والله حتى لايف معاكم هذا الموضوع. فلو حابين اكتبوا لي كنوع من التشجيع، لو شايفينها فكره ملهاش لازمه يبقى خلاص بناقص من هذا الموضوع. اربع كتب بتاعتها، ده لا يعني ان ما عندهاش كتب تانية، لا عندها كتب تانية طبعا، واستعرضوا الموقع بتاعها وانتوا هتشوفوا. انا احب دائما بصراحه ان انا استعرض التفاصيل عن اي شخص، ويعني اقرا عنه واشوف هو مين وبيعمل ايه والهيستوري بتاعه وشكله ايه. حتى يمكن دي طريقتي في الجامعه، والأساتذة يعرفوا عني ده، إن دائما لما بيكون عندنا زائر من أي جامعة أخرى من ولاية أخرى، يعني أحب دائما إن أنا أجمع كده حبة معلومات عنه من خلال جوجل يعني، وأشوف الهيستوري بتاعه من خلال الجامعة بتاعته. فيمكن أنا بطبق الطريقة دي الأكاديمية يعني شوية، بطبقها برضو في الشغل هنا. ده اللي أنا حبيت أقوله في هذا الفيديو بقى. ما تنسوش تكتبوا لي لو حابين إن أنا أخد التجربة معاكم للموضوع ده. هذا الفيديو على فكرة للسيدة ليز، للسيدة ليز اللي بتبدأ بحرف ال L، لو انتم متابعيني يعني هتفهموا انا اقصد ايه. هذا هو، شكرا لكم، ولا تنسوا ان نسب الناس ومن يعني عنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oh,